بسم الله الرحمن الرحيم. انا هتكلم لمده دقيقه بس كده جنرال كده. انا دكتور ايمن عكرش، مساعد وزير التموين والتجاره الداخليه لشؤون المشروعات. الحقيقه احنا دلوقتي معانا ست اللي هو مدحت العصر، وهو ماسك رئيس الشركه العامه، الشركه المصريه لتسويق الاسماك. فهو هو المنوط بعمليه تسويق الاسماك في الوزاره، وهيوضح سيادته جميل في عجاله وبصوره مبسطه خالص دور وزاره التموين والتجاره الداخليه في موضوع اللي احنا بصدده الاجتماع المؤتمر النهارده. دي نقطه. النقطه الثانيه، هي انا بصفتي مساعد وزير لشؤون المشروعات ونائب رئيس اللجنه العامه للمساعدات الاجنبيه الفتره الاخيره، كان معانا وزير مهتم بموضوع فعلا الاسماك واتاحتها واتاحه السلع زي السلع في الاسواق، خصوصا كمان هي زي ما احنا اتفقنا ان هي التلت بتمارس تلت العادات الاستهلاكيه الغذائيه بتاعتنا. يعني عندنا لحوم وعندنا دواجن وعندنا اسماك. الحقيقه برضو لما بحثت بسرعه كده في اللي هي النشره الاحصائيه السنويه للانتاج السمكي اللي جايه من الجهاز المركزي للتنميه العامه والاحصاء، وضحت قوي ان 2015 كان انتاج مصر مليون ونص، حوالي مليون ونص مليون طن في السنه. 2016 مليون و700 مليون و700 طن في السنه في 2016. فده شيء يعني يدعو الى يعني ان شاء الله بشرى كده ان شاء الله احنا في زياده، والاهتمام بقطاع الاسماك وقطاع بالمجال الثروه السمكيه في الفتره الراهنه وضحت قوي رؤيه الدوله واتجه ناحيه الاهتمام بهذا القطاع. وطبعا طالما في اهتمام بهذا القطاع يبقى اكيد في اهتمام بمجتمع العلماء اللي احنا لنا اتشرف الساده الحضور، اتشرف في وجودي مع حضراتكم النهارده. فانتوا يعتبر انتوا بقى ان شاء الله يعني كده الصندوق اللي هينقلنا في الفتره اللي جايه ويحقق في 2000 واكيد دلوقتي دي 2016، احنا في النهارده 2018، فاكيد الانتاج اعلى من كده. اتوقع المزيد كمان خاصه كمان شركه قناه السويس كمان عملت بتعدل وبتزود من انتاجها وتعرف بتقدم انتاج محترم بالاضافه لشركه غليون. كمان بطرح على حضراتكم دعوه المشاركه، لان احنا وزاره التموين والتجاره الداخليه الان بقى لي حوالي شهر دلوقتي عملت زيارات ميدانيه لاحدى محافظات مصر، وفي حوالي 1000 فدان هنعمل لهم مزرعه للاستزراع السمكي، ودلوقتي بنعمل دراسات الجدوى الفنيه والاقتصاديه والبيئيه وشغالين حاليا. بدعو حضراتكم كلكم للمشاركه معانا في الاراء. كل ما زادت الاراء كل ما قدرنا نوصل اكتر لدراسات اقتصاديه وخصوصا الاراء العلميه. وانا بقول لحضراتكم انا الحقيقه اول ما الاستاذه فاطمه اتصلت علينا انا سعدت جدا ان انا اكون موجود بين الحضور في هذا المجتمع العلمي. فانا بدعو حضراتكم جميعا مكاننا اللجنه العامه للمساعدات الاجنبيه اول مكرم عبيد في مدينه مصر. بدعو حضراتكم تشرفوني، واحنا دلوقتي بالفعل بنعمل تصميم كامل ودراسات شغالين عليها في احدى محافظات مصر، مش هقولها علشان شركه السويس هي في محافظه السويس. بقى لنا شهر، انا بقى لي شهر وخدت اساتذه، وبالمصادفه البحته كنا احد الاساتذه المحترمين اللي كانوا موجودين معانا الدكتور ايمن عمار، ويمكن تلميذه او تلميذي واخويا الصغير الدكتور احمد دياب موجود معانا النهارده. بالمصادفه بعديه على طول وكان وش حلو عليه تاني، يعني هو حضر معايا يوم الثاني التالت مسك رئيس الهيئه العامه للثروه السمكيه. لو حضراتكم جبتوني ان شاء الله اتوقع ربنا يكرمكم ان شاء الله. دي حقيقه. ومعانا فريق محترم من اساتذه من مركز قمه البحوث وبعض الجامعات المصريه وكل الثروه السمكيه كمان في السويس، وجبت استاذ من كليه الطب البيطري جامعه قناه السويس. انا في الاصل استاذ جامعه، استاذ كليه الزراعه، فعارف قيمه العلم وعارف ان اكتر حد ممكن يتكلم في حاجه زي كده هم العلماء اللي انا قاعد بينهم دلوقتي، خصوصا كمان ان حضراتكم لكم تجارب كتير واب تو ديت لكل المعلومات. والكلام كله النهارده كان كلام جيد وكلام محترم. انا شرفت ان انا اكون موجود بين حضراتكم، وبفتح ايدي تاني وانا مع حضراتكم في اي وقت، تليفون هدي لحضراتكم، وانا منتظر حضراتكم كل الدعم في الفتره الجايه دي. احنا بنسيبك بالفعل النهارده لما نقدر نوفر كميه اسماك اكتر في من سلع السمك بالجوده اللي قال عليها باسل بيه. لما باسل بيه بيتكلم انا فرحان بالكلام اللي هو بيقوله،
كان بيقول ان احنا هدفنا ان احنا ننتج سمك ذو جوده محترمه مرتفعه وبسعر يوفر على المستهلك، في نفس الوقت الاستاذه لما قالت ازاي الاسماك والكميات دي تنزل للمواطن، وده الهدف بتاعنا كلنا النهارده برضه اتعلمنا ان البلط الاحمر وهنجيبه، فده كله ان شاء الله نفسنا بقى نعالجه فيه، وهنستفيد طبعا بالطاقه الايد العامله اللي عند باسل بيه اللي هو بيقول الطاقه المدربه هنستفيد بيها. المشروع اللي احنا بنتكلم اللي انا بتكلم فيه الحمد لله ربنا اكرمني ان انا عملنا التواصل مع برنامج الاغذيه العالمي وهيبقى في شكل منحه، هناخد التمويل ده في شكل منحه هنوفره لاقامه هذا المشروع في صوره قرض للشباب، هيوفر حوالي من 4 ل 5000 فرص عمل للشباب. الاحواض دي هيمتلكها في رؤيتنا احنا لغايه دلوقتي ان اللي هيمتلكها الشباب بعد فتره بعد سنه او اثنين الفلوس دي ناخدها تاني من الشباب لانشاء مشروع جديد وهكذا، طبعا بنسبه الفائده تبقى قليله جدا. كل ده بيعزز ويقوي ويدعم من نشر الانتاج السمكي في مصر ويزيد من الثروه السمكيه في مصر، ويعتبر مجهود يعني ان شاء الله قابل للزياده. دور وزاره التموين والتجاره الداخليه فترة الراهنه وما تطمح اليه ان احنا نصل للافراد الاكثر احتياجا في اماكنهم في منطقهم، طبعا احنا بنقدم المنافذ الثابته عن طريق المنافذ الثابته وعن طريق المنافذ المتحركه بتاعتنا اللي احنا شغالين فيها دلوقتي، وفي منظومات جديده مع الوزير دلوقتي بالفعل حاطط تصورات ليها، وان شاء الله خلال الاشهر القليله جدا القادمه هتجد حضرتك وسائط ومنافذ كتير منتشره في مصر باعداد كبيره، فاذا النهارده احنا هنقدر نوفر ان شاء الله المنافذ اللي من خلالها هنقدر نعرض عن طريقها الاسماك اللي تصل بالسعر المعقول للمواطن اللي بيها نبدا نقلل بقى من سعر الدواجن ومن سعر اللحوم. وانبسطت خالص انا لما سمعت باسل بيهم بيقول ان فعلا لما كانت الدواجن كعاده غذائيه في مصر احنا ما كناش بنقبل حته الفراخ المجمده دي، ودي طبيعتنا، طبيعه الشخص المصري ليه طبيعته كده، يعني طلعت اجيب لحمه، طلعت اجيب لحمه مجمده يعني لحمه مستورده يكش كده منك خير يبدا الشك يبدا يجيب، لا ده الموضوع اتنقل دلوقتي على طريق برضه المراه العامله ونزولها في العمل وقوتها ومشاركتها في العمل، فالاعداد دلوقتي ما هي الست هي اللي بتغير من العادات الاستهلاكيه للاسره وتدوير نمط استهلاك الاسره ورؤيتها واتجاهات الاسره. فالحقيقه بالفعل ان شاء الله الفتره القادمه انا اتوقع بالمصر هتبقى برضه الاسماك برضه هتنتقل الى مرحله الصناعه والطهي وهكذا، وهتبدا برضه تبدا نمشي بس ده. فدي بصراحه انا استفدت جدا من وجودي في هذا الاجتماع في مجتمع العلماء المتخصصين في مجال الثروه السمكيه، وانا شرفت، وتاني مره انا منتظر حضراتكم وان شاء الله هيطلع منكم ناس كتير برضه زي الدكتور ايمن عمرو باذن الله. شكرا لحضراتكم. نعمل تحت مظله الامبريلا بتاعت الشركه المفضله للصناعات الغذائيه دي تبع وزاره التموين. احنا مقرنا في مصر الجديده عندنا 26 فرع في القاهره والجيزه وفرع في اسوان. احنا ما نعتمدش على كده بس. فرع في اسوان فيه ثلاجات، فيه ثلاجات 500 بتاخد 500 طن، وفي نفق تجميد هو بيجيب لنا السمك من بحيره ناصر وبيبعتوا لا اما مجرد لا اما بيعملوا بيصنعوا فليهات ويبعتوا لنا. بس الاول انا عايز اقول ان الشركه مش بتشتغل مش يعني ما بتقتصرش على 26 فرع. احنا عندنا في الشركه القابضه فيها 6 شركات تتعامل في المواد الغذائيه. الشركة المصرية دي واخدة من الجيزة كل وجه جبلي، الشركة العامة واخدة من القاهرة وجه بحري سينا بورسعيد كده واخدة كله، في شركة النيل المجمعات وشركة الأهرام
للمجمعات وشركه اليكس جري اسكندريه للمجمعات. احنا من خلال الفروع بتاعتهم انا بمدهم باسماء. الفروع بتاعتهم في الجمهوريه حوالي 5000 فرع او يعني ما يقرب على 5000 فرع. احنا بنمدهم بالاسماك، بياخدوا الاسماك مننا. احنا بنتعامل في نوعين من الاسماك، النوع الطازج الطازج اللي هو فريش اللي هو زي احنا تعاملنا اكتر حاجه تعامل بتاعنا في البلطي والبولي. البلطي والبولي دي عشان لا ده الماكريل ده مجمد. مجمد انا بقول على الاسماك الطازج. البولي والبلطي ده بناخده منين؟ ده بناخده من القطاع الخاص. من القطاع الخاص وحسب سعر السوق في القطاع الخاص طالع نازل، بس احنا اسعارنا فيه اقل من السوق بحوالي 20 30% لان احنا شركه ما بتهدفش للربح. في الاسماك المجمده اللي هو المكرونه الهيب الامريكاني والماكريل والانواع الباصه والجمبريات والكلام زي ده بنشتغل فيه برضه، وبنمد الشركات ناخد الشركات تاخد مننا لان احنا متخصصين نعرف نشتريه. يعني احنا بنشتغل في كميات كبيره فناخد اسعار بافضليه معينه من التجار. غير بقى ما بنجيب من شركه قناه السويس و بركه الغليون وهي الثروه السمكيه. طبعا احنا وزاره التموين بتعمل معاها بروتوكول كل سنه مع وزاره الزراعه، بناخد مزارع من هذه الثروه السمكيه مخصصه لينا ناخدها للبابوري وبولتي ومبروكه. مبروكه اللي هو السمك بتاع الحشيش بس شبه البولتي، وبننزله الشركات دي كلها. يعني انا او يعني انا هقول دلوقتي دور وزاره التموين. وزاره التموين عندنا بتنسق مع وزاره الزراعه، نعمل زي ما بنقول نعمل بروتوكول معاها وناخد مزارع الثروه السمكيه، والتنسيق مع القوات المسلحه في بركه غليون وبحيره البردويل وهيئه قناه السويس. يعني بناخد منهم على طول اسماك بصفه مستمره عشان يعني اسعارهم كويسه وفي انواع معينه مش موجوده في السوق ناخدها منهم. عندنا كمان دور الوزاره عندنا عن طريق الشركه القبضه فيها 30 شركه. وفي هيئه السلع الجزائيه وجهاز تنميه التجاره الداخليه ولجنه المساعدات الاجنبيه دي كلها بتخدم على اتاحه الاسماء. احنا بنتكلم عن الاسماك، هي اتاحه كل المواد الغذائيه اللي فيها الاسماك باسعار مناسبه للمواطن. ارجع تاني لموضوع الشركه بتاعتنا، احنا عندنا 26 فرع غير عندنا موقع في اكتوبر وموقع في الغردقه وموقع في شلاتين وموقع في السويس. بيتم دلوقتي انشاء مشروعات فيها. مشروعات عشان تخدم المواطن، وغير ان احنا يعني عندنا بنطلع قوافل من العربيات للاماكن الاكثر احتياجا عشان نوصل للمواطن. عندنا اسطول عربيات غير العربيات بتاعتنا، عربيات برضه الشركه الافضل يعني بتوصل لها حوالي 100 عربيه بتطلع في قوافل للاماكن الاكثر احتياجا بالاسبوع. بيبقى عامل معمول برنامج نطلع المحافظات وبنطلع في الاماكن عشان نوصل للمواطن، واسعارنا زي ما بقول اقل من السوق من 20 30% مثلا. البولتي يعني بنبيعه ب 26 جنيه من 24 ل 26 جنيه. مش عارف انتوا بتشتروه من بره ده بيوصل له افندم 28 32 وحسب في احنا بولتي عندنا بتاع اسوان بنبيعه ب 21 افندم عشان صيد اسوان عشان صيد ايوه اسوان الطازه الثاني مزارع ثاني مزارع بورتي مزارع بنجيب بورتي اسوان بنبيعه ب 21 ده بيبقى متاح للناس كلها. عندي البولي عندي نوعين، بولي واحد وبولي اثنين. بولي بنبيعه ب 50 او ب 45 لما يكون
مش عارف هو بره بيتباع ب 70 مش كده؟ فارم جيت بكام؟ نعم فارم جيت اه 28 اه مجمد؟ لا انا محمد فتحي محمد عثمان رئيس سابق رائع عام التمثال والسمكيه معروف لمده 4 سنين ومستشار الوزير الامين عبد النعيم امين اباظه ثم الوزراء اللي بعد منه كلهم بما فيهم معالي وزير التموين. الحال المشكله حضرتك في مصر في انتاج السمك مش في الانتاج. مشكله مصر التسويق. دايركت كده. احنا حضرتك بننتج في مصر 1,800,000 طن دلوقتي. مليون و800 الف طن حاليا وانا بكلم حضرتك. المليون و800 الف دول بيغطوا اكتر من 88% من احتياجاتنا. طب ال 12% الباقيين دول ايه؟ هل هقدر عن طريق شركه وطنيه وعن طريق مشروع قناه السويس اغطيهم؟ نيفر. ليه؟ لان انا عندي مستهلك اخر بيستهلك نوعيه اخرى من الاسماك مش موجوده عندي في مصر. على سبيل المثال المكريل. على سبيل المثال الهيرنج اللي هي انا بعمل منه الرنجه. واخد بال حضرتك؟ الرنجه دي كام مصنع رنجه موجود في مصر شغال؟ لو انا سديت الجاب اللي هي بنتكلم عليها الحقيقه الرقم اللي ذكر فيه يعني زياده شويه هو 250 الفجوه المقدره بالظبط عندنا 250 الف طن. ال 250 الف طن دول بنعتمد فيهم على استيراد ما قيل في البرزنتيشن الاولاني اللي انا الحقيقه سعدت جدا من الكلمه اللي اتقالت لو كواليتي فيش. احنا ما بنستوردش لو كواليتي فيش ابدا في مصر. احنا بنستورد دايما سمك له قيمه جيده بس سعره ارخص. ده الفرق اللي احنا بنعمله. وعشان كده الدور اللي احنا شايفين الاو لو تأذن لي حضرتك ومعالي النايب ان هو نركز في المرحله دي يعني حضرتك قلت لي خبر في غايه الروعه انا قعدت 4 سنين اتحايل على رئيس الشركه القابضه للصناعات الجزئيه انه ياخد مني مزارع السمك انا كنت ببيع البولت في يوم من الايام ب 8 جنيه وبتباع قصاد مني لان بيخش عن طريق المزارع وفقا لقواعد بتاع قانون 89 اللي بتقول لي لازم يبيع من خلال الممارسه حضرتك كده انا عايز الترانزيت قدامها 10 دقايق وهتمشي بالظبط انا متاسف جدا بس انا شايف ان احنا خساره ان نطلع من الندوه دي هي حلو قوي نطلع من الندوه دي من غير لان الندوه دي ليها اهميه كبيره ان نتكلم على ازاي نوصل للمستهلك المصري سمك بسعر مناسب حضرتك قلت ارقام انا سعيد جدا بيها البلطي النهارده تكلفته في المزرعه حوالي 17 جنيه التكلفه الفعليه بيزيد عليها كمان اللي هي بقى العائد بتاع المربي اللي بيربي بيوصل حوالي 20 او 21 جنيه الراجل بيطلعه من المزرعه ب 21 جنيه وهو يعني حاسس ان هو مظلوم حضرتك تروح تشتري من عند التاجر اللي هو حضرتك تفضلت واشرت ليه بشتري ب 27 و 28 و 30 انا بقعد اربي السمكه لمده 6 شهور واخد فيها 2 جنيه المنتج او عفوا التاجر بياخدها في 3 ايام هنا ده دور التموين هنا ده الدور اللي المفروض انا متاسف اذا بقول كده اللي يجب انها تعمله وزاره التموين علشان فكره انك انت تاخد ال 8000 طن او ال 10000 طن بتوع مزارع هي الثروه السمكيه ده مهم قوي قوي هتعمل فرق كبير قوي شكرا جدا بناخدها حضرتك خدناها بقى لنا سنتين بناخدها ايوه انا عارف قال لي في الحقيقه ايوه ومنزلها في السوق واحنا كانت زي الثروه السمكيه احنا قعدنا نتفاوض معاها جامد عشان تنزل لنا اسعار انت عارف حضرتك الاسعار بتاعت الثروه السمكيه وتصنيف الاسماك ايوه عملنا معاهم يعني اتفاقيه وعملنا معاهم الشباب ما كانوش مضطر بس ان هم ما كانوش بيبقوا اكتر لا 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 كانوا 8 10 جنيه كيلو ايوه لا احنا اشتغلنا معاهم ونزلنا في السوق ومع الشركات الشقيقه بقول لحضرتك بنوصل على 5000 فرع يعني من اتاحه للمواطن ده غير القوافل اللي بتطلع ده غير بقى المشروعات اللي لسه زي ما بيقول ايمن فيها الدكتور ايمن اللي وزير التموين مهتم بيها في مشروعات في كل حته يعني انا عندي اصول تشتغل دلوقتي زي ما بقول يعني فرصه لازم نسال اسئله طيب انا مستعد بس احب اطرح حضرتكم على بعض ارقام بسيطه صغيره بالنسبه للشركات اللي قالها سيادة اللواء مدحت احنا عندنا 7 شركات تبع للقابضه للصناعات الغذائيه، الشركه العامه لتجاره الجمله ودي ليها 415 فرع وعندها 927 فرع لتجاره الجمله عندنا يعني عندها حاجتين عندها 415 منفذ للمواطن يتعامل مع المواطن على طول و927 فرع لتجاره الجمله. رقم اثنين الشركه المصريه لتجاره الجمله الاولانيه بتتعامل من وجه بحري كله من اول القاهره لغايه مطروح.
النقطه الثانيه الشركه المصريه لتجاره الجمله، ودي بتتعامل من جنوب القاهره حتى اسوان. دي 151 فرع اللي هو منفذ بيتعامل مع الجمهور، و699 فرع من الجمله. عندنا الشركه الثالثه، معلش الارقام دي على فكره مهمه عشان نعرف الحجم بتاعنا، احنا دورنا ايه ونقدر نغذي الشركات دي بايه عشان توصل للمواطن، اللي هو اخطر دور في مصر هو القطاع الخاص. القطاع الخاص الشركه الثالثه شركه النيل للمجمعات الاستهلاكيه، دي عباره عن 169 فرع. دي بتبدا دي بتزود من القاهره حتى حي النقطه 4. شركه الاهرام للمجمعات الاستهلاكيه دي 162 فرع، شغاله جزء منها في القاهره وجزء منها في الجيزه. النقطه 5 الشركه المصريه للحكومه، ودي 25 منفذ بالقاهره والاسكندريه، 6 في القاهره 6 في اسكندريه و19 في القاهره. النقطه السادسه الشركه السادسه شركه الاسكندريه للمجمعات الاستهلاكيه، ودي بتغطي محافظه الاسكندريه. الشركه السابعه الشركه المصريه للاسماك، ودي ليها 26 منفذ 25 فرع بالقاهره. اجماليهم 571 فرع. عملنا حاجه اسمها معالي الوزير عمل حاجه اسمها في عدو نشرنا المرحله الاولى الجمعياتي ثم المرحله الثانيه الجمعياتي في عهد الرئيس السيسي، يبقى يوصل عددنا 7148 منفذ. طيب الحمد لله رب العالمين، كان في مشروع متوقف اسمه المنافذ المتحركه، متوقف لمده 4 سنين فاتت. في خلال الست شهور اللي فاتت دول احنا مطلعين 1000 عربيه 1000 سياره مجهزه مبرده، فدي ممكن النهارده من حديث امبارح مع اخويا الكبير سياده اللواء، والنهارده الحديث مع اللي انا دي، لا ده احنا نتوجه بقى ناحيه تسويق الاسماك. فال1000 عربيه دول ان شاء الله الجزء الاكبر منهم تسويق اسماك، واعتقد كده نغطي الحته بتاعه التسويق. النقطه اللي بعد كده كمان كنا بنتكلم كمان على التوصيلات ينزل شويه، فدي ان شاء الله دي انا هشتغل يعني شغال فيها بقالي اسبوع، هتبقى توصيلات وهتبقى للسيدات عشان الجندر، هتبقى للسيدات فقط، بس 1000 برضه او 2000 ان شاء الله. انا اعتقد ان بنفذنا كتيره، بس احنا محتاجين اكتر تبقى مبرده عشان الاسماك، لان بالفعل سواء كان مشروع صغير للشاب فهو بيكسب، لان النهارده لما انا هاخد كيلو سمك بلطي ب 24 جنيه وهو في السوق ب 35 و40 جنيه، لا ده المواطن الشاب هيكسب والمواطن خده بسعر رخيص. فان شاء الله هو توجه الحكومه وتوجه وتعليمات توجيهات فخامه رئيس الجمهوريه وتعليمات السيد معالي الوزير الاستاذ الدكتور علي المساعي في نشر المنافذ، خصوصا المنافذ المتحركه وخصوصا المنافذ المبرده. وانا اسف ان انا عملت المبرر. هو الموضوع مرتبط بورد فيش باختصار. عايز اعرفكم بان وورد فيش متبني انشاء شبكه تسويق باستخدام المحمول والويب لتسويق الاسماك، والحمد لله عرفنا نمضي بكل تعاون مع هيئه الثروه السمكيه. هم نتمنى ان الشبكه دي يتم استخدامها، ولكن ليا الشرف لاقدمه الدكتور عطرش قبل كده اللي نستخدمها علشان تكون آلية تسويق وربط وتشبيك تسويقي ما بين المنافذ المختلفة والمزارع السمكية، علشان الاثنين محتاجين لبعض، وفي النهاية المستهلك محتاج للتشبيك ما بين المزارع وآليات التوزيع. شكرا. I strongly with people with children in school, so that's higher household size. So they are suitable for feeding fish to children, and it's to do with employment as well. So these are socioeconomic indicators. So this is why I'm trying to present this data, to look at a diversified bottom of pyramid market of tilapia. Now I am not saying that this is poor quality fish. We did IDH supported analyses of flesh samples from farm tilapia across 11 sites in Sharkia and Kafr el-Sheikh, and these are in aquaculture hotspot zones. Now, the EU standards for their production of farm fish has a mercury level of below
0.5 milligrams per kg, lead 0.3 milligrams per kg, cadmium 0.5 milligrams per kg. We found no detected levels at this or above. So Egyptian farmed tilapia is well below European standards for food safety. You need to get that into the press. We need to take on board all these great discussions and collaborate here to build a market, because we see the geographical location of distribution points around Egypt is where the critical need for policy attention is. And I am so happy to be here today to hear of all of the great number of outlets that's been supported by the Ministry of Supply, and that is supplying high quality chilled fish through mobile envoys and distribution points at a price lower than the wholesale market price to direct consumers in area where there's fish availability. So we need to think about fish availability, fish affordability, and fish quality. About that point, Dora has raised about the AskMacNet. Please visit that website. But we do need updated figures of local auction houses to make sure that this is effective and that we bring in buyers and sellers who think that the information is relevant to their government markets. Otherwise, it's just not going to work for anybody. Yeah, so that's all. Thank you very much.